السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم إلى نشرة الثامنة. تحية لكم في البدء أبرز العناوين. بأمر من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وزير الداخلية والتضامن الوطني يقفان على مخالفات الهزة الأرضية بجيجر، وتعليمات صارمة بالإسراع في التكفل بالمتضررين وترميم البنايات والمساكن المتضررة. جهود الجزائر في تسوية الأزمة الليبية، مقاربة مثلى تلقى الإجماع، ومواقف متوازنة ومبادرات لحسن الجوار تبوئ الجزائر للوساطة واحتضان جلسات الحوار بين الأطراف الليبية. وفي ثامنة اليوم تتابعون عملية توزيع مادة الحليب بين التذبذب في التوزيع وهاجس المضاربة في الأسعار. وببرج بوعريريج نقف عند عملية توزيع أزيادة من 12 ألف كيس ورقي على المخابز للقضاء على الأكياس البلاستيكية. السياحة الجبلية، مناظر طبيعية تستقطب العائلات في شتاء تكجدة خلال عطلة نهاية الأسبوع. تفاصيل الأخبار، أهلا بكم مجددا. بأمر من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، تنقل اليوم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود مرفوقا بوزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو إلى ولاية جيجل للوقوف على مخلفات الزلزال الذي هز صباح اليوم منطقة العوانة، الذي بلغت شدته 4.9 على سلم ريشتر. المتابعة لخليل تواتي وآمنة بعطوش، والتقرير لنجوى جدي. الساعة 8:24 هزات أرضية بشدة 4.9 تكسر سكون بلدية العوان الواقعة غرب ولاية جيجل لم تخلف أي خسائر. وعلى إثر ذلك تنقل وفد وزاري يقوده وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم بمعية وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، حيث قاموا بمعاينة مخلفات وآثار الهزة، وأعطيت التعليمات للمسؤولين للتجند واليقظة في كل الحالات والأوقات تنفيذا لتوجيهات وتعليمات السيد الرئيس. منذ تلقي الخبر، السيد رئيس الجمهورية تابع الوضع ساعة بساعة وأمرني بتنقل رفقة السيدة وزيرة التضامن إلى عين المكان للإطمئنان عن المواطنين. واليوم معكم متواجد هنا، والحمد لله هذه الهزة لم تخلف أي أضرار، كما قلت لم تخلف أي إضرار، لم نسجل أي وفاة وأي جريح، ولم نسجل كذلك أي خسائر مادية، والحمد لله. هذه فرصة لأتوجه إلى كل مسؤولين وكل مسؤولين على مختلف المستويات باش تكون اليقظة في كل الأوقات. إذن فلابد في الجزائر الجديدة أن نستعد لكل الاحتمالات حتى نقوم بدورنا. المهم الدولة متواجدة في كل الحالات وفي كل الظروف. قطاعنا متواجد في الميدان من خلال الطابع، يعني المخطط الاستعجالي لمواجهة هذا النوع من الظواهر وهذا النوع من كذا. وعلى هذا الأساس احنا رانا متواجدين كطاقم حكومي وكذلك يعني مصالح من أجل مواساة الشعب ومن أجل أن نكون متواجدين لتلبية كل ما هو طبعا من مطالبهم.
الهلع نال من سكان العوان الذين أكدوا أن التضامن بين المواطنين والسلطات والحماية المدنية خفف من وقع الهزة التي أحدثت بعض التصدعات في جدران عدد من المنازل والتي سيتم التكفل بها. تخلعنا واش حاب دير، خرجنا حوسان خرجوا حوسان خرجوا، ما قدرناش الباب ما كناش نحلوها، ما قدرناش نحلوا الباب حتى عاونونا جيران برا باش حلينا الباب. تخلعنا بيان سور تخلعنا، الطفل تاعي كان راقد في السرير وروز مور فتو رفتو عندي 4 ساعه ملي رفتو طاح البلاطر كاع السرير تاعو راكم صورتوه. نقاد تسطف هذه اسمو مدي كيف الصباح نو من ميت ميت سفاز نزلانين الوراوي وكان ذاك نسب سنس نفغا كان في الراس ولا مدى يفكي فقالوا كذا. بالنسبه للخسائر الماديه عباره عن تشققات، بالنسبه لنا عباره عن تشققات، المصالح المختصه راح تقوم بتحديد اهميه هذه الخسائر وخطورة التشققات هذه لا تشكل خطر على السكان ولا لا، خاصه مصالح السي تي سي. قدرتوا تحدوها بلغه الارقام ولا لا؟ بلغة الأرقام لا يمكن تحديدها، هي مجموعة العمارات عندنا، العمارات اللي ديرنا التعرف كاين 5 عمارات و4 بنايات سكنية اللي ديرنا لهم عملية تعرف، ومازال من حين لآخر يوصلنا نداءات النجدة من مختلف المشاتي والقرى. وعلى هذا الصعيد تم تنصيب لجنة أزمة على المستوى المحلي مهمتها القيام بالمعاينات الميدانية لآثار هذه الهزة. جهود مكثفة عرفتها الدبلوماسية الجزائرية بحر الأسبوع المنصرم من أجل الدفع بمسار التسوية السياسية للأزمة التي يعيشها البلد الجار والشقيق ليبيا منذ سنوات، وذلك باتخاذ الحوار الشامل بين مختلف الأطراف الليبية حلا وحيدا. رؤية طالما رفعت من أجلها الجزائر وتوضحت خلال اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الليبي، إضافة إلى ألمانيا التي احتضنت بلاده مؤخرا مؤتمر برلين. هذا وما أكده رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون خلال استقباله للوفود المشاركة ومشاركته في مؤتمر برلين حول ليبيا. المزيد مع فاطمة زهرة بن صافي. لا صوت يعلو فوق صوت الحوار والتسوية السياسية. الحل الوحيد لإخراج ليبيا من الأزمة التي تعصف بها منذ سنوات. مواقف توافقت حولها دول الجوار في اجتماع الجزائر، والذي توج برفض كل أشكال التدخل الأجنبي وحظر الأسلحة ومنع تدفقها إلى التراب الليبي وحل الأزمة سياسيا بدعم من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي. الجزائر ووفاء منها لعقيدتها الدبلوماسية بانتهاج الحوار مسلكا لحل الأزمات، تؤكد على أهمية التهدئة السياسية بين الفرقاء مع الحرص على بقائها على مسافة واحدة بين كل أطراف النزاع. ومن هنا يأتي تجديد التأكيد على احتضان الجزائر لجلسات حوار ليبي دعما للمسار السياسي وبعيدا عن لغة المدافع والإملاءات أو التدخلات الأجنبية. مقاربة الحوار والتي طالما أصرت عليها الجزائر شكلت أهم مخرجات قمة برلين ليتأكد فيها توافق الرؤى مع اجتماع الجزائر. قمة ثمنت الدور الأساسي لبلدان الجوار في تسوية الأزمة الليبية، ودعت إلى وقف دائم لإطلاق النار وحوار سياسي شامل عماده خارطة طريق واضحة المعالم تثبت الهدنة وتفتح الباب واسعا لحل أزمة تضاربت فيها المصالح الدولية في وقت تسعى فيه الجزائر جاهدة بحكم الجوار إلى التضامن مع الشعب الشقيق من جهة، وإلى النأي بالمنطقة عن أي تدخلات أجنبية صونا لدعم قائم السلم والأمن والاستقرار. فسلم ليبيا هو سلم دول الجوار قاطبة. سلم ليبيا هو سلم دول الجوار قاطبة. للوقوف على التفاصيل ضيف النشرة أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر الدكتور مصباح منس. مرحبا. أهلا أستاذ خالد. الجزائر محطة هامة في مسار تسوية الأزمة الليبية دون ما شك. نعم هذا صحيح. بالأمس فقط كان اجتماع دول الجوار الليبي، إلى أي حد يمكن أن يسهم هذا في تهيئة الأرضية الخصبة لالتئام الأطراف الليبية؟ يعني لو سمحت لي أستاذ خالد بودي أن أشير إلى نقاط أساسية فيما يتعلق بالملف الليبي. يعني النقطة الأساسية الأولى أن الدول التي شاركت في حملة الناتو على ليبيا
كان يفترض أنها تدخلت بحجة حماية المدنيين، كان يفترض أنها تكمل المهمة وهي إعادة بناء الدولة الليبية بعد إسقاط نظام القذافي، هذا ما لم يتم، فزاد الأمر تعقيد. عودة الجزائر إلى دورها، أقول دورها الطبيعي، دورها الطبيعي هو أمر يعني لا بد منه إذا أردنا أن يعني أن يكون هناك حلول للأزمة، الأزمة الليبية. واعتقادي أن مع مجيء الرئيس عبد المجيد تبون إلى سدة الحكم هناك تحريك للآلة الدبلوماسية الجزائرية، والوفود التي يعني تأتي تباعا إلى الجزائر، هذه الوفود يعني أدركت، يعني لا أقول أدركت ولكنها الآن تأتي للأمر الواقع، وهو أنه لابد من مخارج للأزمة الليبية، وأن الدور الجزائري يعني دور حيوي فيما يتعلق بهذه الأزمة، ليس فقط لأنه هذا أمننا، بل لأن الخيارات الأخرى التي غذتها بعض الأطراف للأسف حتى في الإقليم العربي والإقليم الدولي، هذه الخيارات أثبتت أنها زادت الأمر يعني تعقيدا. يعني تصريح الرئيس رجب طيب أردوغان بأن يعني انهيار الأوضاع في ليبيا سيؤثر على كل المنطقة، هذا ليس مجرد يعني خطاب سياسي، هذا حقيقة، وهذا ما تدعو يعني الجزائر يعني إلى تفاديه من خلال تفعيل العملية السياسية في ليبيا وإخراجها مما تعانيه. هي مهمة معقدة قلناها منذ يعني مدة، لكنها ليست مستحيلة إذا تضافرت الجهود، وخاصة الدور الجزائري لأهميته، الدور المصري أيضا، وأدوار أخرى إيجابية فيما يتعلق بالملف الليبي. دكتور، إذن ما هي ربما الخطوات المنتظرة في مسار الجزائر؟ يعني الرئيس أيضا عبد المجيد تبون قال في لقائه مع وسائل الإعلام أن الأطراف الليبية هي من تدعو الجزائر إلى يعني التدخل، وأيضا وإيجاد مخارج للأزمة الليبية، هذا في حد ذاته يعني مؤشر إيجابي جدا، معناها بعد قبول طبعا الليبيين بإمكان الجزائر ربما في ظرف يعني ليس بعيد أن تحتضن لقاء للفرقاء الليبيين هنا في الجزائر لتحديد خارطة طريق سياسية لليبيا ترضي جميع طبعا الأطراف، وليس من حق أي طرف في ليبيا أن يلغي الأطراف الأخرى أو أن يفرض يعني إرادته على الآخرين. معناها أول شيء لابد من تجميع كل الفرقاء الليبيين، واعتقادي أن المحطة الأكثر موثوقية هي الجزائر، لا نقول هذا دفاعا عن الجزائر، بل لأن الليبيين هم في حد ذاتهم يدركون ذلك أن الجزائر هي الطرف الأكثر حيادية فيما يتعلق بالملف الليبي. كل الأطراف التي تدخلت في ليبيا لديها حسابات خاصة ما عدا الجزائر التي لا يهمها بدرجة أخص إلا أمن واستقرار ليبيا، طبعا إذا كان هناك مصالح مشتركة هذا طبيعي، لكن لا يهم الجزائر إلا أمن وإخراج ليبيا مما تعانيه، لأنه هذا أمننا واستقرارنا أيضا. دكتور مصباح مناس، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، شكرا جزيلا لك. شكرا أستاذ. شكرا لك دكتور. في مجال تشغيل السفادة زيادة من 270 شابا من حملة الشهادات بولاية باتنا استفادوا من مقررات تعيين في مناصب عمل دائمة. التفاصيل مع عيسى بروب. بعد صبر وانتظار طويل يتحقق حلم مجموعة كبيرة من الشباب حاملي الشهادات بولاية باتنا بحصولهم على مقررات تعيين دائمة في مناصب عملهم بمختلف القطاعات الإدارية بعد سنوات من العمل في إطار عقود ما قبل الإدماج. اليوم بعد 9 سنوات من العمل في قطاع التربية ضمن للإدماج المهني، اليوم تم تسليم شهادة الإدماج من طرف السيد الوالي، نشكره على هذا الالتفاتة. الحمد لله خرج القانون هذا ونصرنا، ونشكر الحكومة اللي وقفت مع الموظفين تاعها وكرمتهم كما نقولوا على الأقل بمنصب دائم. الحمد لله. أنا كيما شخصيا عندي 8 سنين في عقود إدماج هذه، واليوم الحمد لله الدولة التفت لنا وسهلت لنا الأمور ونصبتنا في المناصب نتاعنا، لهم جزيل الشكر، وإن شاء الله إن شاء الله العقوبة إن شاء الله اللي مازال. بالمناسبة نوه والي الولاية الذي أشرف على تنظيم هذا الحفل بالمجهودات المبذولة من أجهزة المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي لفائدة الشباب حملة الشهادات. إدماج أزيد من 279 موظف في مختلف الرتب وعلى مستوى مختلف القطاعات الإدارية، فبهذه المناسبة العظيمة يأبى علي الواجب إلا أن أجدد شكري وتقديري لهم وكلنا ثقة فيهم
على إكمال مسيرة العمل والعطاء والإنتاج هي الدفعة الأولى، والمأمول اعتماد مناصب مالية جديدة في قادم الأيام لتوفير الاستقرار المهني والاجتماعي في أوساط الشباب. تعرف عملية توزيع أكياس الحليب بالعاصمة تذبذبا في التوزيع، ويرجع ذلك بالدرجة الأولى إلى المضاربة في الأسعار، تقول فاطمة زهرة بن فجلة. هي مشاهد تتكرر مع كل تذبذب في توزيع أكياس الحليب، ومعها يصبح المستهلك رهينة مضاربة في الأسعار. والناس هذو يقول لك للدعاء اللي يروح يجيبه من جهة أخرى ويزيد له، علاش تروح تجيبه؟ يزيد له، روح للوزين دير الطلب يجيبوا لك كما يجيبوا الناس، وبيعوا كما يبيعوا الناس. تدي شكارة من ليكزومبل أربعة اللي بيزيدوا لك شكارة المن، اليوم يجيبوه بالهرابا من اللوزين ديريكت يبيعوه من 3000. بصح حنا في رويبا جامي ما شفتش انا الكارتي دايما حنا ندو هنا 2005 وما يكزيجيش عليك تدي الاخر. مثلا اللي فلوس اللي يحطوا بين بجيب تابلها وهنا يحطوا هنا بدو حنايا. اذا كان هذا راي المواطن، فكيف ينظر التجار والموزعون لظاهره التذبذب في التوزيع؟ ماذا بيا نخدم البرودوي اللي واش تخدم المؤسسه نخدم. انا عندي كونترا مع لونالي، واش تبيع المؤسسه انا نخدم. فورماج، حليب البقره، البن، ياورت، انا ماذا بيا نعاون روحي ونشهروا البرودوي تاعنا. كل حانوتنا نطلعوا احنا الحليب تاعو، وما عندناش هما مول الحوانت هما اللي يبيعوا، احنا نحطوا له هو براسه، احنا ما نعطيوش الناس مصحاب الحوانت. احنا ما عندناش فايده حنايا، هاولا سعد يساعدهم هما، احنا ما عندناش، احنا ندوا اربعه دور، احنا نشروا 24 ونبيعوا 25، عندك 4 دور والساشي؟ تشري 6500 واليوم زادوا له 500 باقي. وامام تباين هذه الاراء وللاطلاع على مدى وفره الانتاج، انتقلنا الى ملبنة بدواو للوقوف على حقيقه مستوى الانتاج والتوزيع. وحنا فرضنا عليهم يمدوا 500 ما يفوتش 500 كيس ما عند كل ديتاي، يبو با ديباسي 500 ساشي، باش يكون التوزيع يعني منتظم وشامل. يعني سيلول دو فاي دانسبكسيون qui est en train de sortir chaque jour oui تبعوا دي كومون تبعوا دي ديستريبيوتور اللي نلقاوه عنده الاخر نعاقبوه ونحبسوه من الخدمه ونبدلوه بموزع اخر. وعليه تبقى المراقبه المتواصله للجهات المعنيه لعمليه انتاج الحليب وطرق توزيعه على كل النقاط المخصصه لذلك، هي ضمان للحد من المضاربه في اسعار اكياس الحليب. ومن الاستهلاك إلى الثقافة أو الصحة الاستهلاكية، فحفاظا على صحة المواطن والبيئة في إطار حملة استبدال أكياس الخبز البلاستيكية بأخرى ورقية، شرع المجمع الصناعي للورق بتوزيع أزيد من 12,000 كيس ورقي على مخابز ولاية برج بوريريج. ربورتاج من توقيع عبد العزيز علي. كيس الورقي من أجل بيئة صحيحة والنظافة. الخبز في أكياس ورقية صحية عوضا عن البلاستيكية، مبادرة استحسنها المستهلك والخباز وكذا هيئات حماية المستهلك في ولاية برج بوريريج بعد حملة التوزيع المجاني لهذه الأكياس على بعض المخابز. خطوة إيجابية جدا تنمي قبل أول حاجة باسكو شتي كولتير، هذه ثقافة رقي للبشر في حد ذاته. ثانيا فيها طابع جمالي، فيها طابع صحي، فيها طابع ثقافي. مليحه لنا ومليحه المواطن على جهه الصحه تاعو، ومليحه ثاني كما نقولوا البلاستيك هذاك صاي في المراه. النوعيه جماليه، وشو ماذا بين يكون فيها لي شوا، ماذا بين يكون اكبر، خاطر اللي كان اللي يهز 5 خبزات و10 خبزات. من الناحيه الصحيه صحيين، من الناحيه حتى من الناحيه الجماليه، من الناحيه الصحيه تاع المستهلك، نظن باللي راه مخدومين على لي نورم. احنا نتمنوا انها تكون الاستمراريه والديمومه. عملية التزويد المجاني قامت بها شركة التوظيب وفنون الطباعة بولاية برج بوريريج، واشتمل التوزيع أزيد من 12,000 كيس ورقي مصنع وفق معايير صحية وبيئية. قامت الشركة الفرعية أومباك بإنتاج 12,000 كيس غذائي، والذي هولك الكيس لهذا، وحنا قم بتوزيعه أيضا على عدد من الخبازين هنا في متواجدين في برج بوريريج. الكيس الورقية هي سهلة الاسترجاع والتدوير، خاصة لاستعمالها في مواد تغليف أخرى كالكرتون وكذلك كالأطباق البيض. كل الأطراف معنية بهذه الحملة كي نرسخ هذه الثقافة، استعمال أكياس تخدم صالح المستهلك وكذلك صالح البيئة.
تعميم استعمال هذه الأكياس الورقية الصحية سيكون تدريجيا مرفوقا بحملات التحسيس لعلها تحد من تبذير أزيد من 10 ملايين خبزة يوميا. إلى القطاع الفلاحي، حيث شهد الأسبوع الماضي تساقط كمية معتبرة من الأمطار، غير أن هذه الكمية في نظر الفلاحين لا تلبي احتياجات المزروعات الفلاحية. إيمان بوثلجة والمزيد. آخر تساقط للأمطار سجل بزخات استبشر بها الفلاحون خيرا لمنتوج فلاحي وافر، لكن سيطر عليهم من جديد تخوف من استنزاف ما لديهم من مخزون للمياه. طاحت شوية أمطار مع الأول، مي كانت ناقصة، شغل ما توزعتش بكمية كافية اللي تكفي السنة الحالية تاع الأمطار. كان نقص كبير في الأمطار، من نبتت كان إنبات ضائل تاع القمح، راكم تشوفوا راهو ناقص نبت حوالي نبت 70%. الموسم هذا مخصوص شويه الأمطار، شويه مخصوصه ما من النبته راهي تعاني، راهي تعاني في يعني في الجيرميناسيون تاعها، باسكو علاه من نقص الأمطار النبتة لازم لها الأمطار مليحة باش النبتة هذيك تعاود باش تلقح. النصيحة دائما حنا اللي نقولوها للفلاحين، أنك زرعت تستنى تقريبا 15 يوم، يعني فترة ما صبتش الأمطار يلزم دير ليغيغاسيون، يلزم تسقي. الفلاح بخبرته عبر سنوات مضت أيقن الحل بأن ينتهج السقي بالتقطير لعدم كفاية كمية الأمطار. شينا هذه قلت لك رانا غارسينها، راه شفتها ما كاش، ورانا درنا القوتا قوت باش نحافظوا على الماء تاع الارض وان شاء الله ربي يغيثنا. الحقل هذا يقلو الماء كثيره، باسكو علاه ملقم على البولكاماريه، كاين اللي ملقم على البلغرادي، كاين اللي كل واحد كيفاه ملقم. هنا تاع البلغرادي تستحق يعني التكميل تاع 6 شهور تاع سقيان و6 شهور يعني امطار ممطره اللي تكمل التكميل تاعها. ترشيد استخدام المياه يلعب دورا هاما في حماية المردود الفلاحي، وهو ما تشجع عليه سلطات القطاع الفلاحي والموارد المائية. تتوفر ولاية غليزان على عدة منشآت رياضية هامة ساهمت بشكل كبير في تنشيط الحركية الرياضية بهذه الولاية، حيث تم ترميم بعض الملاعب الجوارية وتجهيز أخرى بالعشب الاصطناعي. عن كثب خضر شكر. تتوفر ولاية غليزان على منشآت رياضية هامة توفر فضاءات لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية لشباب وأطفال الولاية. احنا في قاعة متخصصة لرياضة الجودو، في مثل هذه القاعة هناك يعني 3 قاعات على مستوى الولاية، قاعة في وادرهيو وقاعة في القلعة. فيما يخص المركبات الجوارية، حاليا على كل حال بفضل يعني المنشآت القطاعية وصلت الولاية حاليا إلى حوالي 18 مركب جوارية عبر كل تراب الولاية. وفروا لنا ملعب مليح وانا نسيبوه نلعبوا فيه خير من برا، صايبين راحة تنا بهنايا. يخلوا لا قبل كنا نتمارسوا فيه كيما الطريق كيما غصانيا في تشيبا، دروك داروا لنا صال نترينوا غاية كي طيح ما تنجرح ما. هذه القاعة التي نتدرب الآن فيها مفضلة لدينا، نتدرب فيها بإمكان وبجد وبقوة. تجهيز الملاعب الجوارية بالعشب الاصطناعي عملية يجري تعميمها عبر جل ملاعب الولاية على غرار ملعب المركب الجواري برمادية الذي عرف الترميم وإعادة التهيئة، وهو ما يأتي في سياق عصرنة هذه المرافق وتجديدها. وحاليا عندنا على كل حال مستوى تراب الولاية عندنا 15 ملعب بلدي أو جواري سوف تغطى بالعشب الاصطناعي. هذا ما غادي يسمح لي بما غادي يسمح لكل يعني الفرق الرياضيه على مستوى الولايه لتنميه كره القدم. المسبح النصف اولمبي بودرهيو بين 5 مسابح جواريه استفادت منها الولايه، في حين سيتدعم القطاع بمسبحين اخرين بكل من بلديه منداس وعم موسى، مما سيعطي دفعه قويه لهذه الرياضه. في النشاط الحزبي، تم اليوم تنصيب اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر الاستثنائي للتجمع الوطني الديمقراطي المزمع عقده شهر مارس المقبل برئاسة الأمين العام بالنيابة للحزب عز الدين مهوبي.
حزبيا أيضا أكد عبد الرزاق مقري خلال الدورة العادية الرابعة لمجلس الشورى الوطني لحركة مجتمع السلم على أهمية الحفاظ على الهوية الوطنية وسبل تطوير القدرة الاقتصادية للحزب والتحضير للاستحقاقات المقبلة. أخبار دولية متفرقة نتابعها مع سميرة طهر. في الصين حصيلة ضحايا فيروس كورونا ترتفع إلى 26 هالكا وأكثر من 800 مصاب. الفيروس الذي انتقل خارج حدود الصين يخشى أن يتحول إلى وباء عالمي، لكن منظمة الصحة العالمية تقول إنه من المبكر جدا الإعلان عن حالة طوارئ عالمية. إسبانيا في وجه العاصفة غلوريا منذ الأحد الماضي، أمطار وثلوج ورياح قوية خلفت 13 قتيلا وعددا من المفقودين، فضلا عن قطع الطرق وانقطاع الكهرباء، كما انهارت مبان وفاضت وديان. إلى الفلبين حيث رماد البراكين يتحول إلى فراشات وخيول وأسماك بأنامل هذه الفنانة التي حولت أعمدة الدخان إلى لوحات عن الحياة والجمال. بتوقيع سميرة طاهر. في الرياضة ولحساب نهائيات كأس أمم إفريقيا الكرة اليد الجارية بتونس، لم يتمكن المنتخب الوطني كرة اليد الرجال من اجتياز الدور نصف النهائي، وهذا بعد انهزامه عشية اليوم أمام نظيره المصري بنتيجة 27-30. أولا نهنئ فريق المنتخب المصري على التأهل المباراة النهائية، ونشكر يعني جميع اللاعبين تاعنا اللي أدوا مقابلة كبيرة لا بأس بها، ويعني الآن يجب نركزوا على المباراة الترتيبية لأنه ما زالت مباراة ضد المنتخب اللي راح يخسر في النصف النهائي الثاني، وإن شاء الله نحقق يعني مركز يخلينا نروح يعني أكثر ساتيسفي إن شاء الله نعود للجزائر. مباراة كانت قوية، منتخب مصري قوية، وين الشوط الأول قدرنا نخرجوا قريب تاع فارق ضعيف، في الشوط الثاني ربما المنتخب المصري كان أقوى وأكثر تركيز منا وين أخذ الفارق. نشكر الجمهور اللي كان معنا ونتأسف على تضيعنا للفوز، إن شاء الله ما زلتنا آخر مباراة إن شاء الله على المرتبة الثالثة إن شاء الله أنا نصير. اليوم جبونس المباراة كانت قوية، بدينا في الشوط الأول قدمنا مستوى مليح وإن كملنا بفارق هدف، كانت بعض الأخطاء التحكيمية لعبتنا شوية لبسيتيك تاع لي جوار، دوزياميتو ما دخلناش مليح، ضيعنا كور سهلة مع الحارس والإقصاءات اللي أطرت علينا. ان شاء الله نخمو على الماتش اللي مازالنا باسكو لا كوب دافريك ما فضتش لا ترويزيام بلاص ان شاء الله باش نجيبوها ابري دمان ان شاء الله. نعم تراجعنا قليلا من الناحية البدنية، دفعنا ثمن مشوارنا الذي لم يكن أسهل من مشوار المنتخب المصري لنصل إلى هنا، دفعنا وهجمنا بشكل سيء وهذا أيضا راجع للتعب. هم أيضا يجب القول أنهم رفعوا من مستوى لاعبهم، ومصر ليست أي فريق ولديهم لاعبون جيدون، فعلنا ما كان بيسعنا، أعتقد أن الأقوى هو من فاز وما زال أمامنا الكثير من العمل. هذا وسيلعب المنتخب الوطني الذي تأهل مسبقا إلى مونديال 2021 بمصر، سيلعب المباراة الترتيبية من أجل المركز الثالث ضد أنغولا. تتواصل بقاعة حرش حسان بالعاصمة فعاليات البطولة الوطنية للجودو، حيث توجت أمينة بالقاضي باللقب على حساب ياسمين جلاب من اتحاد الجزائر، ومن جهتها توجت المصارعة سارة كرداج عن الأولمبية الرياضي ليسر بلقب فئة أقل من 70 كيلوغراما. أما نهائي أقل من 73 كيلوغرام فاللقب عاد لهود زرداني عن شباب وهران، وسيعرف اليوم الثالث والأخير من المسابقة الوطنية المقررة غدا السبت إجراء 5 نهائيات في مختلف الفئات. أما نهاية النشرة من تيكجدة. تيكجدة التي عرفت إقبالا واسعا للمواطنين في عطلة نهاية الأسبوع، الصورة تنقلها لنا وهي بدنداني.
قطب سياحي بامتياز وفضاء إيكولوجي طبيعي ساحر. الحضيرة الوطنية لتكجدة الواقعة على بعد 30 كيلومتر شمال شرق ولاية البويرة وعلى علو 1400 متر، أضحت مقصد الكثيرين من الزوار للتمتع بجمال الطبيعة والبحث عن الهدوء خصوصا لهواة السياحة الجبلية. بلادنا شابة والمنطقة هذه شابة بزاف وسياحية بزاف، بلاد هذه جو ليهم كل بلاص. جبت ولادي لهنايا تكجدة، جينا نبدلوا الهواء. منطقة سياحية الله يباركنا كاع، راك شوفين الورد العشيش الغابة ما شاء الله كاع. الناس اللي راهم يجوا لهنا شغل يتهلاو في البلاصه اللي راهم قاعدين فيها، المكان كي يقعدوا فيه ويجوا رايحين ينقوه ويروحوا، ماشي حاجه عيب هذه. جمال الطبيعه هنا وسحر المكان يتطلب عنايه وتوفيرا اكثر للمرافق السياحيه. مليح مسح ناقصه، هما يديرونا دي بروجي شابين كيما التيليفيريك ولا ديستاسيون دو سكي. السياحه الجبليه باش ينميوها مليح، باش بلادنا تزيد تطور اكثر واكثر، يعودوا يجونا من الجناس دوطخ بي كامل. في خصنا مرافق وين يريحوا لي فامي، وين بيسك لي زوتيل هذوما ما يكفوش، كاين اللي هم يجوا من كل بلاصه هنا، هم يجوا خاصه الاجانب، هم يجوا بزاف بلاصه هذه. في هذا الفضاء الطبيعي الفسيح يجد الزائر ضالته من ثلوج وخضره وغابات ومجاري مياه عذبه. ومن أعالي تكجدة إلى التذكير بالعناوين. بأمر من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وزير الداخلية والتضامن الوطني يقفان على مخلفات الهزة الأرضية بجيجل، وتعليمات صارمة بالإسراع في التكفل بالمتضررين وترميم البنايات والمساكن المتضررة. جهود الجزائر في تسوية الأزمة الليبية مقاربة مثلى تلقى الإجماع، ومواقف متوازنة ومبادرات لحسن الجوار تبوئ الجزائر للوساطة واحتضان جلسات الحوار بين الأطراف الليبية. عملية توزيع مادة الحليب بين التذبذب في التوزيع وهاجس المضاربة في الأسعار. وببرج بوعريريج وقفنا عند عملية توزيع أزيد من 12 ألف كيس ورقي على المخابز للقضاء على الأكياس البلاستيكية. ختام النشرة كان بالسياحة الجبلية. مناظر طبيعية تستقطب العائلات في شتاء تكجدة خلال عطلة نهاية الأسبوع. عناويننا الإلكترونية دائما في الخدمة، إلى اللقاء. تقبلوا تحيات فريق الخدمة.